الشاطر من قناة النادي الأهلي بيوجه رسالة قوية ونارية لحسين البلوب وباقي الزملكاوية بخصوص فتوح وغير فتوح، بخصوص تعاقد النادي الأهلي مع فتوح أو غير فتوح من نادي الزمالك مباشرة، وبيوجه رسالة أخرى قوية ونارية لميدو بعد الاستهزاء وقلة الأدب على لاعب النادي الأهلي موديست. تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. انا هاني الشرقاوي ودي قناتي، قناه الاهلاويه على اليوتيوب. في البدايه اسلام الشاطر من قناه النادي الاهلي بيوجه رساله بشكل عام ان النادي الاهلي من حقه ان هو يتعاقد مع اي لاعب موجود في الدوري المصري ما دام محتاج لهذا اللاعب. كونك ان انت تعرضه للبيع تمشيه يبقى في بينك ما بينه مشاكل، مالكش دعوه ان النادي الاهلي يروح يعني يتفاوض مع اللاعب او يجيب اللاعب، لان النادي الاهلي له سيستم في التعاقدات وفي سيستم لاحتياجات الفريق. لو النادي الاهلي شايف ان الفريق محتاج لفتوح او غير فتوح هيجيبه، اما بخصوص البروتوكول والاتفاق او كده هيبقى على سقف التعاقد مش على لاعب فلاني او لاعب علاني من النادي الاهلي او من نادي الزمالك. ده الشق الاولاني، وبيوجه رساله قويه وناريه لميدو خرابه بعد ما قام بوضع يعني جاب صوره لفيلم عربي قديم، فيلم تقريبا مش عارف بتاع اسماعيل ياسين اللي هو كان فيه ستيفان روستي لما كان بيحط الوشاح ده كده ويقوم واحد ميت كده، هو بيقوم يعني بيمشي بالتصوير البطيء، فراح جاب الصوره دي بتاعت الشخص ده اللي كان عامل ميت طول الفيلم وكاتب عليه موديست، يعني في اسلوب متدني واسلوب رخيص. ولكن اسلام الشاطر رد عليه رد قوي وموجع وعمل اسقاط عليه ان انت اشرب قهوه وفوق من اللي انت بتعمله ومن اللي انت حضراتكم عارفين الاسقاط قصده كلمه فوق هو قاصد ليها معنى تاني، وحضراتكم عارفين ايه سبب كلمه فوق او اشرب قهوه وفوق، لان انت بتعمل حاجات ما ينفعش، ولما تيجي تنتقد لاعب حتى لو وحش ما ينفعش تجيب صورة وتعمل يعني كأن واحد ميت وتكتب عليها موديست، ما ينفعش وعيب، وده يعني اكبر يا ميدو بما معناها. ويعني عايز تنتقد قول ان اللاعب ده فيه وفيه 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 وفيه، لكن تجيب واحد صورة واحد ميت وتكتب عليها موديست عيب، وده ما يصحش. من المفروض من اعلامي زملكاوي يعني محسوب على الزملكاويه، فما ينفعش حد اعلامي من الاهلي يجي يروح حاطط صوره مثلا واحد ميت وكاتب عليها سامسون، ما ينفعش، ما مش هتحصل اصلا، لان عندنا في النادي الاهلي كل الاعلاميين حتى لو الاعلام انت مش راضي عنه وبتقول ان هو بيقول كلام وخلاص عمره بيعمل حركه صغيره زي كده. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف اسلام الشاطر قال ايه، وتعالوا لي مره اخرى عشان نكمل مع بعض. بس وانت بتتفرج على الفيديو اخويا حبيبي الاهلاوي اختي المحترمه الاهلاويه ما تنساش تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم قناه كل الاهلاويه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف الشاطر قال ايه ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. في تقديري الشخصي بيبدا من الكلام اللي اتطرح امبارح هنا في البيت الكبير، الاحترام المتبادل في علاقه الانديه ببعض، في علاقات الانديه كلها ببعضها هو اساس نبذ التعصب. الموضوع مش محتاج بروتوكولات ومش محتاج رسميات، لكن محتاج اللي حضرتك قلته لنفسك في اول ظهور اعلامي ان الاحترام المتبادل وثقافه التنافس الرياضي بعيدا بعيدا عن اي تجاوز للحدود، لانه في النهايه انا بلعب كوره او بلعب رياضه. كل واحد وشطارته وفي كل الاتجاهات. يعني انا بشوف ان مفيش حاجه اسمها، انا اسف جدا، في صوره الانتقالات مثلا مفيش حاجه اسمها ما ينفعش اخد لعيب من الزمالك، او ما ينفعش اخد لعيب بلاش بيراميدز، ما ينفعش اخد لعيب طالما انا عايزه. لو لعيب بيلعب في ريال مدريد وعندي المقدره ان انا اجيبه، يعني طبعا مع الفارق اقصد يعني لا اقصد شيء، ولكن لو عندي لعيب بيلعب في احسن انديه العالم وعندي المقدره الماديه ان انا اجيبه والمدرب بتاعي عايزه هجيبه. بيلعب في الزمالك، بيلعب في بيراميدز، بيلعب في فيوتشر، بيلعب في الاسماعيلي، بيلعب هجيبه طالما عايز اجيبه وطالما يحق للنادي الاهلي ان يتفاوض معاه. انا في الحاجات اللي زي دي ما اقدرش اقول لك اصل لا اصل ده جاي من الزمالك فما ينفع، ما ينفعش ليه؟ وعلى الجانب الاخر لو حد يقدر يعمل مع النادي الاهلي كده اتفضل. هو ده الفارق طالما في اطار اللوائح والقوانين طبعا والتوقيفات الرسميه واحترام العقود واحترام المتبادل ما بين الاداره الانديه. فاللي انا بقوله انا شخصيا طبعا ده رايي الشخصي بعيدا عن راي النادي الاهلي، طبعا النادي الاهلي لو ما اعرفش، لكن اللي بقوله هنا ده رايي شخصي. رايي الشخصي في هذا الامر انه لا،
لو في لعيب انا عايزه من الزمالك اروح اجيبه من الزمالك بمنتهى الاحترام والود وال يعني مش قصدي فيها مش عارف اوصلها لحضراتكم ازاي، ولكن اللي اقصد اقوله انه طالما يحق للنادي الاهلي التفاوض مع اي لاعب في اي حته في العالم، بلاش الزمالك عشان بيعمل حساسيه شويه يعني للناس او في الكلام عن الزمالك، على الرغم من ان انا بحاول ان انا ابسط الامور على قد ما اقدر، لكن طالما الامور التعاقديه او ان انا اقدر اتفاوض مع اللاعب اتفاوض معاه واشتريه من اي حته، وجهه نظري بدون ما نخش في خناقات وبتاع والكلام ده كله. ولكن اللي اقدر اقوله ان هذه البدايه اللي احنا بنشوفها هي بدايه مبشره وكلام جميل ينتظر التطبيق الفعلي. زي ما قلت لحضراتكم هي مش بالبروتوكولات او الرسميات فقط، ولكن ان ينعكس هذا الاحترام المتبادل والتنافس الرياضي الشريف على كل المنظومه. زي ما قلت لحضراتكم امبارح هذا الاطار الرياضي والاحترام المتبادل ينعكس على المدربات وعلى الاعلام وعلى كل الوسط الرياضي، لانه النادي الاهلي هو الاكبر والافضل والاعظم وكل شيء بالارقام. انا هنا بتكلم، لكن الحقيقه في ناس مصممه انها تسيء لنفسها مش للنادي الاهلي. يعني ميدو النهارده ميدو ايه ده؟ انا مش عارف هو ميدو ميدو بيعمل حاجات غريبه جدا على فكره. ميدو شخص غريب بيعمل حاجات غريبه جدا، نشر صوره لفيلم عربي قديم وكتب عليها مودست، الغرض واضح طبعا هو سخريه من مودست، بعيدا عن ان مودست كويس ولا وحش، ولكن اللي هو عمله ده غير مقبول ولا شكلا ولا موضوعا. يا اخي عيب عليك يا اخي انت بتعمله ده، حاجه غريبه جدا، خصوصا ان هي جايه من واحد اعلامي ومدرب ومعروف انتمائه. والله الواحد ما بقاش عارف يقول ايه. اتمنى ان انتوا ما تطلعش تقول ان الاكونت بتاعي متهكر، لانه ده حسابك وحسابك الرسمي. اتمنى ان انت ما تطلعش تقول ان ده متهكر. وبعدين انا هنا لا ادافع عن مودست اللي انا شايفه دلوقتي، انا بدافع عن مسيره مودست. مودست لو اتكلمت عنه مودست بسجل في كل الدوريات الخمسه الكبرى 116 جول وصنع 25 هدف. يعني حتى انت لو بدات الاهداف دي اهدافك يعني في اوروبا هتلاقيك مسجل ربع الارقام دي، ربع يا كابتن ميدو. فما ينفعش تتكلم كده، عيب ما يصحش. لو اتكلمنا بالارقام حضرتك هتحط نفسك في مواقف بايخه جدا. طب لو اتكلمنا بالامر الواقع، انت مش موجود في البطوله يا كابتن ميدو، انت مش موجود في البطوله يا اخي. كلام ايه واعمل ايه في شيء؟ ايه يا جماعه الكلام؟ اعتقد ان احنا دلوقتي في عهد جديد، ودايما قلنا هذا الكلام، قلنا يا جماعه مش عايزين يعني تبقى العلاقات ما بيننا وما بين الانديه الاخرى، كل الانديه، انا ما بتكلمش على نادي معين، كل الانديه الاخرى تبقى بهذا الشكل، علاقه طيبه بين النادي الاهلي ونادي الزمالك وكل الانديه. طب لو هتتكلم عن المهاجمين ما تتكلمش ليه عن مهاجم نادي الزمالك اسمه ايه الافريقي ده؟ سامسون ده ولا سامسون؟ ولا ده ما شفتوش؟ ولا انت عشان مفيش دور ليك في ناديك دلوقتي فبتحاول تكسب جماهيره بالطريقه دي؟ مفيش فايده، مفيش فايده. واضح ان لازم تثير الجدل حتى لو على حسابك. في الاخر يا ميدو في الاخر انت اللي خسران. بالمناسبه انا ما عنديش مشكله ان انت تنتقد، ولكن في حاجه اسمها فن الانتقاد. كيف انتقد؟ الاهلي لسه في البطوله ان شاء الله يوم الاربع هنطلع ونضيف يا رب. شكلك مش هتبطل كلام وبس. اتمنى ان انت تكون صحيت من النوم وفقت بعد ما صحيت من النوم وشربت القهوه وشوف الكلام اللي بيتقال. ما يصحش يا ميدو اللي انت بتعمله. هروح بقى للكابتن الثاني اللي في طبعا حسين لبيب لما طلع في التلفزيون وقال ان احنا جالنا خطاب تهنئه من النادي الاهلي واحنا في اطار ان احنا نعمل بروتوكول تعاون بيننا ما بين النادي الاهلي وبيننا ما بين جميع الانديه، وخلاص العصر اللي فات عصر الخناقات والمشاكل وغير كده وكده 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 والحاجات اللي بتحصل دي خلاص حطينا حد ليها وانتهت. الشتيمه والاسفاف وقله الادب والخروج عن النص انتهى في نادي الزمالك. فهنعمل بروتوكول مع الأندية وأولهم النادي الأهلي، بس ده ما يمنعش إن النادي الأهلي لو عايز ياخد أي لاعب من نادي الزمالك في إطار صحة العقود وإن بيتفاوض في الحيز الزمني اللي حدده الفيفا مالكش عندنا حاجة، سواء فتوح أو غير فتوح، سواء لاعب من جوه النادي او من بره النادي، سواء من نادي الزمالك او من نادي بيراميدز او من اي نادي اخر ما عدا الاسماعيلي، مش عايزين لعيبه من الاسماعيليه خالص.
ل 100 سبب، مش عايزين اللعيبه ما تسمعنا، يعني بتكلم بشكل عام واطار عام. اما الشق الثاني وهو مودست والعمل وميدو، يعني ميدو مش عايز يكبر، ميدو مش عايز يعقل، ميدو مش عايز، هو ميدو فاكر نفسه بيلعب على السوشيال ميديا. يا ابني ده انت اعلامي وبتطلع في برنامج، يعني كل حاجه متاخده عليك. انت لما تطلع في فيسبوك زي ما تطلع على تويتر، زي ما تطلع على اليوتيوب، زي ما بقالك برنامج وبتعمل. طبعا هو عمل كده على الفيسبوك او على تويتر، فبيقول له ما تطلعش بقى تقول ان الاكونت بتاعك اتهكر، زي ما كل مصيبه تعملها وتقول ده الاكونت بتاعك اتهكر. وبيقول له اشرب قهوه وفوق، لان العمايل اللي انت بتعملها دي مش عمايل الواحد يعني في وعيه ومدرك هو بيعمل ايه. فميدو مش عايز يكبر ومش عايز يتغير، لكن النادي الاهلي لو عايز يجيب فتوح هيجيب فتوح، محدش يقول لنا بقى نجيب فتوح ما نجيبش، مالكش فيه، مش بتاعتك. وبنقول للميدو اعقل يا ميدو، اعقل، اللي انت بتعمله ده هو مش هيكسبك شعبيه لدى الزملكاويه، لانك انت عمال ترقص على كل الحبال، مره مع مرتضى، مره انا ايدي في ايد مرتضى واي حد هيقرب لنا هنعمل وهنعمل، وبعد كده تروح قالب على مرتضى، وبعد كده تروح تجري على حسين لبلوب، وبترقص في كل حته. انت عامل زي اللي رقصت على السلم، اللي فوق سمعوها اللي تحت شافوها، ومع ذلك عمال بتغزل في السوشيال ميديا على حساب النادي الاهلي. بغض النظر مودست حلو ووحش، داخل عليه عفريت، في النهايه هو لاعب في النادي الاهلي، انتقده، قول ان اداؤه وحش، حركته بطيئه، ما عندوش استعداد بدنيا، واقع فنيا، قول اللي انت عايز تقوله، لكن تجيب لي واحد صوره واحد ميت وتكتب اسمه مودست؟ عيب يا ميدو، عيب يا ميدو. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفنا، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما تفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم، قناه كل الاهلاويه، الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.